رفع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد المفدى حفظه الله بمناسبة منح جلالته جائزة الإنجاز مدى الحياة من قبل منظمة C3 الأمريكية تكريما لجلالته على جهوده الدؤوبة وإنجازاته المتواصلة في جميع المجالات. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية للمجلس والتي انعقدت برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبحضور معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة نائب الرئيس. وبمناسبة قرب دخول السنة الهجرية الجديدة، رفع المجلس تهانيه وتبريكاته إلى القيادة الرشيدة وشعب البحرين الوفي وإلى عموم الأمة الإسلامية، سائلا الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة على جميع المسلمين. كما رحب المجلس بانعقاد الاجتماع الثامن لمجلس حكماء المسلمين في البحرين برئاسة فضيلة شيخ الأزهر، مقدرا دعم المجلس للبحرين وجهودها في الدفاع عن قضايا الأمة. كما هنأ المجلس المملكة العربية السعودية الشقيقة بنجاح موسم الحج، معربا عن تقديره العميق للجهود الجبارة التي تبذلها القيادة السعودية الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وفي رعاية حجاج بيت الله الحرام. وفي سياق آخر، نوه المجلس بحرص البحرين على صون الحريات وشعائر الدينية في البلاد وسط أجواء التعايش السلمي الآمن التي عرفت بها البحرين على مر العصور. وأكد المجلس أن موسم عاشوراء من المواسم الدينية الحيوية التي تعبر عن هوية شعب البحرين المسالم والمتعايش بسلام، مبديا تقديره الكبير لما توليه القيادة الرشيدة في البلاد من اهتمام برعاية تلك المواسم، داعيا في الوقت نفسه إلى استشعار المسؤولية الدينية والوطنية والاجتماعية بتجنيب الشعائر الدينية من كل ما ينتهك من قدسيتها أو يمس الثوابت الدينية والوطنية.